عادة ما ينظر إلى الأشخاص الجذابين على أنهم أكثر ذكاءة وثقة بأنفسهم. ذكاء أو ماي جاد. وفي كل الأحوال العلم تطرق إلى العلاقة. تعرفي من كثر ما هي فعلة يعني هيك بقرأ بقلب. لما استغربة منك لأنك ما بتعمليها. على كل في كل الأحوال العلم تطرق إلى العلاقة بين الجمال والجاذبية والنفسية. والآن دراسة جديدة حاولت أن ترصد فإذا كانت الجاذبية يمكن أن تؤثر على سلوك الفرد، وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يرون أنفسهم جذابين هم أكثر عرضة للتصرف بأنانية. وجد الباحثون من جامعة جنوب الصين أن المشاركين في الدراسة الذين قيموا مظهرهم هم بدرجة أعلى كانوا أكثر عرضة للتصرف من أجل مصلحتهم الخاصة، ويشعرون بأنهم أكثر استحقاقاً لمعاملة خاصة. المزيد عن الجاذبية والأنانية من عاصمة من أشهر عواصم الجمال، ليت بازاري من باريس. الجمال كلمة نسمعها نفهمها ونعيشها واقعا في المكان والزمان، ولكن ماذا عن الإنسان؟ العلاقة بين الجمال أو الجاذبية وبين النفسية موضوع شائك تطرق لها العلم منذ خمسينيات القرن الماضي، واليوم خمس دراسات أجريت على موظفين أمريكيين وطلاب صينيين خلصت إلى نتيجة لافتة. الجذابون أنانيون، أو على الأقل الذين يعتقدون أنهم جذابون. وسنتحدث اليوم من عاصمة من أشهر عواصم الجمال عن ظاهرة أو متلازمة في علم النفس، وهي مبدأ الجميل جيد، يعني أنك إذا شاهدت شخصا جميلا ستكون أكثر ميلا للاعتقاد بأن صفاته الإنسانية جيدة وأنه صادق ومرح ومحب، وطبعا لا علاقة للجمال بذلك. الدراسات أيضا حسمت أن جميلين يتمتعون بتمييز لصالحهم في العمل من قبل المديرين، وفي الدراسة من قبل المدرسين، وحتى في التحالفات المهنية والسياسية والاقتصادية. وفي النهاية الجمال هبة ثمينة، فهل تتحول بالنسبة لصاحبها سبباً للأنانية وللاعتقاد بأنه يحق له ما لا يحق لغيره؟ الخطر موجود، لكن الجمال يبقى الجمال. ليث بزاري، باريس. ومن عاصمة النور إلى الرياض انضم إلينا الاستشاري النفسي دكتور أسامة النعيمي. دكتور يسعد صباحك، هل فعلاً الأكثر جاذبية هم الأكثر أنانية؟ صباح الخير سهام، صباح الخير نادين، صباح الخير على العربية مشاهدين مستمعين مصفحين، صباح الخير على الغائب الحاضر أستاذ عادل. أكثر الناس جاذبية وأقلهم أنانية، والله نورت الشاشة يا شيخنا. أما بالنسبة لموضوع السؤالكم، فلو رجعتي إلى حوالي 10 سنوات سابقا في 2011 كانت أصل هذه الدراسة أجريت على الرجال فقط، واختاروا شخصيتين جميلتين كان كريستيانو رونالدو وجورج كلوني، لكن بعدين أضافوا لهم ناتالي بورتمان وقالوا أنه الجمال بهذا الشكل هو قصدهم الجاذبية الخارجية للأشخاص قد تكون مدعاة للثقة المفرطة بالنفس، فتجعل الأشخاص يشعروا أنهم يستطيعوا أن يقوموا بأشياء لا يستطيع الآخرين القيام بها، وهذا اللي احنا نترجمها على أنها القدرة المفرطة على السيطرة على الآخرين. فهذا اللي خلى هؤلاء الأشخاص عندهم شعور أنهم يستحقوا أشياء لا يستحقها الآخرين، اللي حضرتك سميتيها الأنانية. يعني دكتور أسامة بهاي الحالة ليش إحنا عم نبالغ وصلنا الموضوع لأنانية؟ يعني لما شخص يشعر أنه مميز ولافت للنظر طبيعي أنه يحس حاله يستحق الاهتمام، أليس كذلك؟
المقارنة بين الموضوعين أنه في الدراسة الأولى اللي بدأت في 2011 كانت الناس تنظر إلى الأشخاص هؤلاء على أنهم جذابون. الدراسة الحالية صارت قناعة الأشخاص بأنفسهم أنهم جذابون. يعني يمكن الحوالي يقولوا له يعني توكل على الله أنت ما عندك أي شيء من الجاذبية، لكن هم شعورهم الداخلي أنهم جذابون خلى عندهم ثقة مفرطة بالنفس وأشعرهم أنهم يستحقوا أشياء قد لا يكونوا يستحقونها. لكن هذا مو معناها أنهم مخطئون، بالعكس هذا تدريب نفسي جميل جدا أن يشعر الإنسان أنه يستحق أشياء قد يكون الآخرين يظنون أنه لا يستحق، وهذا شيء لطيف جدا. طب لكن هل يا دكتور الجاذبية تؤثر على سلوك الفرد ونجاحاته؟ أكيد أكيد شعور الإنسان أنه هو متميز عن الآخرين يعطيه شيء من القدرة على أن يسيطر على الآخرين، يعطيه شعور فطري، وهذا الشيء فطري أيضا أنه هو متميز عنهم. أصلا هي هذه الملامح الخارجية اللي كانت اللي ينظر إليها الآن على أنها من علامات الجاذبية اللي تساوي ملامح الوجه، كانت دليل على الصحة في فطرة الإنسان، وكانوا هؤلاء الأشخاص مطلوبون ومرغوبون من الآخرين لأنهم يستطيعوا أن يكونوا مجتمعات أكبر وينتجوا أطفال أقوى لأنه صحتهم أفضل. لذلك هم شعروا بأنهم أعلى درجة من الآخرين وتعاملوا مع الآخرين بهذا الشيء. الغريب هو رد فعل الآخرين الذين عززوا عندهم هذا السلوك، فأصبحوا نفسهم الجذابون يظنون أن هذا الشيء حقيقي لأن الآخرين يشاركونهم فيه. طب دكتور أسامة، يعني بأول الحلقة سهام سألتني سؤال فيما يتعلق بأنه هل الجذابين أكثر أنانية، ولليوم ما قدرت يعني تلمس الجواب تبعي شو قصدي. أنا قلت لها متفاجئة من هاي الإجابة، فيا ريت يا دكتور تشرح لها أنا شو يعني جوابي. هذا أولا، وثانيا هل الجذابين الأكثر أنانية نساء أم رجال؟ شو رأيك بهاي الدراسة مثلا؟ هذا قصدك قبل ذكاءة ولا بعد ذكاءة؟ والله أنا متفاجئة من حالي على اللي طلع معي. أنا أعتقد أنه رأيك صحيح جدا. مع الأسف إحنا ننظر الآن إلى المظاهر الخارجية ونعتبرها هي المقياس الأكبر، لكن هذا ليس حديث في التاريخ البشري. دائما كان الإنسان يبحث عن هذه العلامات ظنا منهن هذه علامات صحة، وظنا منهن المنتج سيكون صحيح. لكن في نفس الوقت مع الأسف الآن تحول الأمر إلى شيء ذاتي، يعني صاروا الآخرين يجبروا أو يحاولوا أن يجبروا المحيطين بهم أن يقتنعوا أنهم جذابون حتى لو كانوا ليس ذلك. هل هذه أنانية أو هل هذه نوع من الأوهام اللي يصام بها الآخرون؟ مع الأسف الآن بسبب اتساع شفت الله كبير يا دكتور الإلكتروني أصبح أي والله هاي اليوم جت علي. اتساع الفضاء الإعلامي أصبح للكل رأي، ويجب على الآخرين أن يحترموه ويستمعوا حتى لو لم يكونوا صدقوا. فانتهينا بين الأمر أنه الآن إحنا مجبرين نصدق أنه بعض الأشخاص جذابون حتى لو كانت حالتهم حالة على الله يعلمها. إن شاء الله دائما للجاذبية عنوان وللجمال عنوان في حياتنا. من الرياض الاستشاري النفسي الدكتور الجميل والجذاب أسامة نعيمي.